لاب. النهارده عملت المراجعه النهائيه في ماده الانجلش لاب. اول حاجه عندي هنا اندر لاين، احط خط تحت الاجابه الصحيحه. هنا بيقول لي نمبر 1 لاست افري ذيس فرايداي زياد بلايز فوتبول. طبعا ببص هنا للمربع عندي بلاقي بلاي فيها اس بلايز، بختار الكلمه اللي بتدل على البريزنت سامبل فاختار معاها افري، تبقى افري فرايداي زياد بلايز فوتبول. نمبر 2 وي دونت دازنت ارنت جو تو سكول اون فرايداي. جو تو سكول اون فرايداي عندي جو بتدل على البريزنت سامبل، وعندي وي بيقول لك سبجكت ضمير الجمع فاختار معاها طبعا كلمه دونت. الاجابه عندي وي دونت جو تو سكول اون فرايداي. نمبر 3 هيت يور ماذر كوكت كوكينج كوك. طبعا اختار معايا كوك لان الفيرب بيجي انفينيتيف في السؤال، وعندي ديت هيلبنج فيرب بادئ باول الجمله هيبقى سؤال. نمبر 4 اي كيب ماي فيش ان ان، انا بحتفظ بالسمك بتاعي فيه، عندي انفولب فيش بول البوم. طبعا بحتفظ بالسمك بتاعي في حوض السمك اللي هو فيش بول، وهي عندي حاله نفسها حتى فيش مع فيش بول. نمبر 5 مستر هاني لارن تيتشز لارند اس فرنش، قصده هنا مستر هاني يعلمنا الماده اللغه الفرنسيه، تعويض مستر هاني تيتشز اس فرنش. نمبر 6 ذا elephant از بيج bigger biggest than the lion. عندي هنا كلمه زان، طبعا لازم يجي قبل زان الصفه يكون فيها اي ار، غير كده انا عندي ذا elephant بي ذا لايون بقارن بين اثنين، فبختار الصفه اللي فيها ار فهتبقى ذا elephant از bigger than the lion. نمبر 7 اولا از ذا بريتي بريتير بريتيست جيرل ات هير سكول، في مدرستها. فهنا هختار طبعا الصفه اللي فيها اي اس تي، لان انا مش فاهم المقارنه بين اثنين، لا ده انا بقول اولا اجمل بنت في مدرستي، فبقول اولا از ذا بريتيست جيرل ات هير سكول. هنا عندي بقى الشغل بشوف اللي بين بس انا عندي بعمله بنفذه، بقول ماي فاذر تود مي تو بي اونست، انا بيقول لي كومبليت فهكمل بكلمه تود ماي فاذر تود مي تو بي اونست، يعني بابا علمني اكون شريف. نمبر 2 ري ارانج منى هير 8 5 كلوك ات هوم وورك. ري ارانج طبعا عايز ترتيب الكلمات ديت، مبدا الكلمه اللي تحتيها لاين خط، فبقول منى منى عملت ايه؟ 8 هير هوم وورك، منى عملت واجبها امتى؟ ات 5 كلوك. نمبر 3 زي ريد ان ذا لايبراري، عايزني اسال بكلمه وير، طبعا وير بتسال عن مكان، عشان كده هحذف ان ذا لايبراري، هحذف المكان كله وهبدا بكلمه وير. عندي ريد فيرب انفينيتيف من غير اضافات، فهحط دو انزل السبجكت زي، وبعد كده الفيرب انفينيتيف ريد هيبقى وير دو زي ريد. نمبر 4 سامي از شورت ذات علي كوريكت، طبعا كده الجمله غلط، شورت مكتوبه غلط طبعا، عندي مقارنه بالاثنين سامي وعلي وعندي زان، فطبعا لازم احط للصفه اي ار فهقول سامي از شورتر زان علي. نيجي سؤال الباراجراف، بيقول رايت باراجراف، هنا بنكتب اربع جمل اباوت ذا كمبيوتر، كل الباراجراف بيكون كلام عن الكمبيوتر مش عن حاجه غير الكمبيوتر خالص. اول كلمه هاد بلاي فيلمس ليسن تو، اول جمله عندي بقول اي هاف ذا كمبيوتر، يعني انا عندي كمبيوتر. بلاي يلعب، اي بلاي اون ذا كمبيوتر، فبلعب على الكمبيوتر. فيلمس طبعا فيلم ده هنشاهده، فبقول اي واتش واتش فيلمس اون ذا كمبيوتر. Listen to، listen to طبعا بتيجي مع music songs، فبقول I listen to music on the computer. Thank you.